يقول: ما هو اللحن في القرآن؟ وما هو اللحن في الدعاء؟ وما هو اللحن في الأذان؟ وهل هو جائز؟ اللحن في القرآن نوعان، اللحن في القرآن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني الواضح هو الذي يخطئ في القرآن بالفتحة والضمة ويقرأ غلط، يقرأ غلط، هذا يسمى لحن جلي واضح يعني. واللحن بالقرآن الخفي اللي هو اللحن بأحكام التجويد، يعني ما يعطي المد حقه، ما يقول بالإخفاء، ما يقرأ ب يعني ترقيق مثلا الراء وتفخيمها، حروف الاستعلاء، حروف الاستفال وكذا، اللي هي الأخطاء في التجويد. الأخطاء في التجويد هذا لحن خفي، والأخطاء في القراءة في التشكيل وكذا فهذا اللحن الجلي. واللحن الجلي محرم قطعا، اللحن الخفي يتساهل فيه يعني أهون من اللحن الجلي، لكن شك الإنسان ينبغي له أن لا يلحن في القرآن، لا لحن جلي ولا لحنا خفيا. اللحن في الدعاء اللي قلنا قبل قليل، أن الإنسان يأتي بيدعي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من اللحن في الدعاء الذي يعني كرهه أهل العلم. اللحن في الأذان، اللحن في الأذان يعني أيضا قال أهل العلم نوعان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنكر على أحد المؤذنين قال: فإنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا، تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. تلحن قال أهل العلم أي تخطئ، ما تقول الأذان صح، يعني مثل الحين بعض الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا عفوا، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لحن، هي أن لا إله إلا الله مو أن لا إله إلا الله، هذا لحن. طيب، وقس على ذلك. واللحن النوع الثاني الذي قال أهل العلم يكون في الأذان هو التطويل الزائد. الأصل في الأذان مثل القرآن، يعني المدود اللي فيه اللي هي 6 حركات في المتصل، 4 أو 5 في المنفصل، العارض للسكون 2 4 6 وهكذا، يعني المدود نفسه اللي في قراءة القرآن مدود. بعضهم يطيل في الأذان إطالة زائدة يعني. طيب سيرون قول طرفة ها هي. حدثني أحد الأئمة والمؤذن، المهم أنا حاضر، المؤذن والإمام كلاهما موجود يعني، بس اللي حدثني الإمام والمؤذن يسمع، جالس يسمع ويضحك يقول صحيح. فيقول كان الشيخ بن باز الله يرحمه كان عنده درس في المسجد، فاستغرق الدرس وقت المغرب كله حتى دخل وقت العشاء، فاستأذنه الشيخ فقال: يا شيخ بس فقط يؤذن ثم تكمل الدرس. قال: نعم. فهذا يقول مسكت الميكروفون واقف بجانب الشيخ فبدأ يؤذن، وهذا ما شاء الله صوته جميل والنفس عنده ما شاء الله. فيقول لما وصلت حي على الصلاة حي الفلاح خدت راحتي، يقول عاد أنا ما أعرف مثله، بس إنه حي على الصلاة جميل صوته، يقول وأنا أقولها ولا الشيخ بس يدخل أقصر 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 يهاوشه يعني خف شوي شان أقصر، يقول فما عرفت أكمل الأذان تخربطت، يقول فالمهم فيقول صرخ علي الشيخ وكذا ومكملت يقول الأذان. فلما خلصت الأذان فالشيخ من بعد على طول تكلم بعد الأذان، قال: أنا أعلم أن البعض الآن قد يقول لماذا لم تنصحه بينك وبينه، لماذا يعني تنصح أمام أحرجته أمام الناس وكذا. قال: أنا كنت في هذا المسجد قبل 2 شهر، الشيخ بن باز يقول، وأذن نفس هذا الأذان ما كلمته، ناديته لوحده ونصحته لكن لا يستمع النصيحة، يقول نصحته لوحده لكن ما يستمع النصيحة، إيش أعمل له؟ يقول فقلت له المؤذن، قلت له صدق قايل؟ قال لي والله نسيت. فهذا لحن، هذا لحن في الأذان اللي هو التطويل الزائد هذا
الذي يفعله بعض المؤذنين. لكن لا شك أن الأذان الأصل فيه الصوت الجميل. عبد الله بن زيد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى الأذان في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال، ما قال لأذن أنت، قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني صوت أجمل من صوتك. لذلك يستحب أن المؤذن يكون صوته جميلا، لكن فرق بين الصوت الجميل وبين المدود الزائدة. طيب،